ده اللي دفع مواطنين مجريين رجل وامرأة ان هم يقرروا يعلنوا جوازهم في من خليج نعمة في شرم الشيخ، رغم انه في رحلات معلقة ورغم الحملة اللي بتشن على مصر في الاعلام الغربي حول انه نسبة الامان مش في افضل احوالها الخ الخ الخ، الا انه صديقين مجريين يعني العريس قرر انه يتقدم للعروسة النهاردة في خليج نعمة في احد المقاهي الشهيرة عشان يعلنوا جوازهم للعالم من خلال شرم الشيخ. الحقيقة الزوجين أو العروسة والعريس بقى هما الاثنين من بودابست من المجر زي ما قلت لحضراتكم، إنما بيعيشوا أو يعني بيقطنوا وبيشتغلوا مكان شغلهم في إنجلترا، ولما تم عمل حوار معاهم أبدوا قمة سعادتهم بوجودهم في شرم الشيخ وقد ايه هم بيعشقوا هذه المدينة. والزوج تحديدا أو العريس تحديدا قال إنه يعني تقريبا كل 3 شهور بيجي هو وأصدقائه إلى شرم الشيخ، وقرر إنه أثناء تواجده هنا هو وحبيبته إنهم يشتروا خاتم الزوجية من شرم الشيخ ويقدموا لحبيبته ويعلنوا جوازهم من شرم الشيخ. وأكد أنه هيدعو حينما يعود إلى إنجلترا أنه هيدعو كل أصدقائه أن هم يزوروا مدينة السلام، خصوصا وأنها بتتمتع بقدر رائع من الأمن والأمان ليس له مثيل في على مستوى العالم، ده على لسان العريس المجري.